أنا نادية الذكرى، مقيم مدينة معرة النعمان، أم لخمس بنات. عم بعيل فيهم، بطلع من بيتي الساعة 8 الصبح، ما برجع على البيت للساعة 1. بكون بعض الأهالي جايبين لي مثلا ملوخية، بنقي لهم إياها، باخد على الكيلو 50 ورقة. وناس مثلا جايبين لي فريكة مثل هلا معكم شايفين، قاعدة هلا عم نقيها، باخد على الكيلو 100 ورقة. معي كمان برقبتي مرض مناقير برقبتي، يعني بس بقى ايش بدي ساوي، هاد حال الدنيا. وبدي اشتغل مشان ما حيج بناتي لحدا، بعد بيتي ما هدوا ضربوا الطيران وانهاد، وجوزي كمان مات بضرب الطيارة. وهلا انا حاليا عايشة هون ببيت لا شبابيك لا ابواب، بالشتا بتنزل علينا المطر، ورب العالمين ما حد بيعلم فينا غير الله ايش بصير فينا. بتمنى انه رب العالمين ما حدا يدوق اللي نحن ضايقينه، بتمنى شوف بناتي هيك. انا هلا عم برقد وبشتغل لهم مشان عم درسهم، وان شاء الله هيك بشوفهم دارسات، والله لا يضيق عم مؤمن، ولا يفرجي حدا اللي نحن عم نشوفه، ولا يحرم حدا ابوه، ولا يحرم حدا بيته اللي عايش فيه.